بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا ومستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب بانطلاقة شوطنا 20 الخاص بالحقائق القعدان، أشواط الإنتاج والمنتجين، لننطلق على بركة الله مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات ومقدمة هذا الشوط. أتابع الانطلاق والاندفاع الأول على المقدمة، شعار براية يتقدم الأسماء وينطلق بشاهين، علي بن راشد بن سعيد البريسي المري براية حاضر حاضر بهذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني مع شاهين، علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي بحضور شعاره الدور دور المركز الثالث. انطلق المختبر عبد الله بن سعيد بن خميس اليديلي، وصلوا ابناء السلطنة وتقدموا بشعار اليديلي المركز الرابع. فجاج هناك من يتقدم ويفج الصفوف، وجابر بن ناصر بن جابر الغفراني المري على ما يبدو لي أن حقق نقطة قوية وعرض كبير ومميز مع نواف في هذا اليوم. المركز الخامس شعار بلعوضي، وصل ممثل الوثبة بشعاره الكبير منبه أحمد بن محمد بلعوضي المنهالي على المركز الخامس والسادس. أتابع حضور وانطلاق من العاصوف سعيد بن عبد الله بن سليم العويسي، وأتابع أسماء كبيرة قادمة. هناك شاهين محمد بن سالم بن محمد بن ساعد الدرعي، وحضور كذلك في هذه اللحظات من مياس عوض بن علي بن سعيد بن علي الدرعي. هي أسماء يا شعارات بدأت تقترب وتتحرك من الخلف. هناك القادم، هناك شاهين سالم مسليم بالخصوان العامري، وشعار أيضا حارب بن مغير العميمي قادم بانطلاقته وبحضوره مع وصول عديم حارب بن مغير بسالم العميمي. ولكن براية براية يبحث عن الهاتريك ولا السوبر هاتريك على ما يبدو لي بانطلاقة شعاره علي بن راشد بن سعيد براية البريصي المري، يتقدم ويعلن لنا حضوره في شوط الانتاج بانطلاقة شاهين. انطلق براية، دخل اجواء الكيلو متر الاخير بهذا المستوى وبهذا الاداء، ولكن هناك الغفراني قادم، قادم راعي نواف، حاضر راعي نواف بهذا المستوى وبهذا الاداء على المركز الثاني بانطلاقة فجاج. جابر بن ناصر بن جابر الغفراني المري يتقدم على المركز الثاني، ولكن براية براية ما زال منطلق بهذا الاداء، بهذا الثبات الكبير، بهذا الكبرياء الجميل على مقدمة الشوط بانطلاقة ويروع. منذ بداية الشوط انطلق على صدارة الشوط، ما زال محافظا على هذا الموقع وما زال محافظا على صدارة الشوط. الناموس دائما حليف لهذا الشعار، معتاد هذا الشعار على النواميس وعلى اختطافه. إن لم يكن للغفراني كلام آخر، كلام آخر على المركز الثاني بانطلاقة هناك فجاج، ولكن خلاص خلاص براية 300 متر أخيرة والعصا في الأبطال. العصا ما حركها براية، ما حركها المطوع، ما حرك العصا المطوع بانطلاقة شاهين. ولكن بدأ يقترب هذا الاسم، بدأ يقترب من بروك، ولكن براية 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 الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. لحظة وصول لشعار علي بن راشد بن سعيد براية المري والمركز الثاني، وصول لهناك خالد بن سعيد مبروك الحميني والمركز الثالث، وصول فجاج جابر بن ناصر بن جابر الغفراني المري والمركز الرابع، وصول العاصوف سعيد بن عبد الله بن سليم العويسي، ومتعب على المركز الخامس طاب الغالب الراشد المنصوري. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، عودتنا بالتوقيت الزمني والي شعار علي بن راشد البريصي المري. من انطلق بشاهين بدون اي اوامر
لحظات وصوله وتوقيته الزمني في هذه اللحظات من انطلق بأداء ومستوى كبير. علي بن راشد بن سعيد بن راية البريسي المري مع شاهين توقيته الزمني لحظة وصوله وفوزه 4:29 بالوفاء والتمام، 4:26 بالوفاء والتمام. والمركز الثاني شعار خالد بن سعيد بن مبروك الحميري مع شاهين توقيته الزمني 4:26 سبع أجزاء من الثانية. والمركز الثالث وصول فجاج جابر بن ناصر بن جابر الغفراني المري توقيته الزمني 4:29 جزئين اثنين من الثانية. والمركز الرابع وصول وانطلاق العصوف سعيد بن عبد الله بن سليم العويسي وتوقيته الزمني 4:29 جزئين اثنين من الثانية. والمركز الخامس متعب سلطان بن غالب بن راشد المنصوري لحظات وصوله وفوزه وتوقيته 4:29 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.